بسم الله الرحمن الرحيم. بيان قبيلة الحسن عن حادثة مقتل أبنائه بمنطقة الرملة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الوقت الذي تنعى فيه قبيلة الحسن بكل أسى وحزن الغدر بأربعة من أبنائها توفي منهم: 1 الهوش سعد الهوش، 2 عبد الملك بالقاسم أحمد، 3 علي محمد الشين، والرابع محمود أحمد مختار به حروق بليغة، ويوجد حاليا في العناية الفائقة مبتهلة إلى الله عز وجل. جلت قدرته أن يتقبل من توفى منهم بالرحمة ويلهم آلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. ومن بالعناية الفائقة نطلب من الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل. والذين قضوا نحبهم بمنطقة الرملة على يد عصابة ميليشياوية تمتهن القتل وكافة أنواع الإجرام، متدثرة بغطاء المؤسسة العسكرية ومستعملة آلياتها وأسلحتها في أعمالها الإجرامية، وهي تستهجر وتستنكر قبيلة الحساونة كغيرها من سكان فزان الانفلات الأمني وانتشار ظاهرة التهريب داخليا وخارجيا، وخاصة بيع الوقود خارج قنواتها الرسمية وبأسعار خيالية أرهقت المواطن وحدت من حرية تنقله، وهذا يتم جهارا نهارا وأمام أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية، وبالأحرى هي من تقوم بهذا العمل المشين وعلى نطاق واسع، بل وتفرض الأتاوات في بواباتها الأمنية وأمام الجموع دون خجل أو استحياء. وبوابة قويرة المال والكيلو 17 طريق مرز الطباري خير دليل على ذلك. وإننا إذ نويد ونشارك في أي إجراءات من شأنها حفظ الأمن ومحاربة التهريب، ولكن لا يعقل ولا يقبل أن تكون أداة الفساد والتهريب هي نفسها أداة القضاء عليه. فاعل العيب أراضيه، وفاقد الشيء لا يعطيه عليه. فإن قبيلة الحساونة تؤكد على الآتي: أولا، تحمل مسؤولية الكشف عن من غدر بأبنائنا منطقة سبع العسكرية وغرفة عمليات الجنوب للقوات المسلحة، وتشير بأصابع الاتهام إلى الكتيبة 116 التابعة لها، وعليهم تقديم المتهمين للعدالة خارج نطاق مدينة سبها. ثانيا، تحمل القيادة العامة للقوات المسلحة مسؤولية الانفلات الأمني والاستهتار بالأرواح واختفاء مظاهر الدولة في الجنوب. ثالثا، إذ ما استمر الوضع الأمني الراهن على ما هو عليه الآن، فإن قبيلة الحساونة تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها والحفاظ على أرواح أبنائها وحماية محيطها الجغرافي، وتخلي مسؤوليتها أمام الجميع عن التداعيات التي ستحدث جراء ذلك. رابعا، تدعو قبيلة الحساونة أبنائها المنتسبين للكتيبة 116 ومثيلاتها من تنظيمات ميليشياوية للانسحاب منها فورا، ولا تقبل أن يكون أبنائها مرتزقة أو أداة للإرهاب والابتزاز. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قبيلة الحساونة صدر في تاروت الشاطئ بتاريخ الثلاثاء 25/5/2021.